شفت؟ شفت شلون لافت مخه للولد؟ انا من الاول قلت هاي بيها لعبه. نعطي فرصه ونشوف هل كم يوم لا راح تزيد ولا راح تنقص. اخ منك انت وابنك، قلوبكم بيضه وتتصورون الناس كلها على نياتها. هسه اشتردي نلزم لهم عصا؟ لما منصور دق ايده على صدره وتوفيق قال تاخذوها من عيوني وما حد جاورهم على هالحكي، ما تقولي لي القلوب السوداء وين هي؟ زين اذا انكشفوا بعدين؟ هذيك الساعه القباحه بوجه اهله ما بوديج. فريده خلينا نشوفها. انا اشوف لو تخبر اسهر هواي احسن، مو البنين ده تنتظر. راح اروح لها البيت بعد على وش المخابره هذه، ثم اني خجلان من قضيه الشكيب، فاستحي اصارحها اني هاد. لو تخلي تيجي هنا البيت بلكت يعني اقدر اساعدها. وهسه انت قاعد بانتظار نهاد وتارك البنيه اسهر مشتوله ببيت اهلها؟ عجيب هالولد. الله اوه من فكت على يعني ما يصير واحد يساعد اخر؟ طلعت هذه. الو الو، بيت نهاد؟ بلي. نهاد موجوده؟ منو انتي؟ انا صديقتها فريده. لا ما موجوده. شو وقت ترجع؟ مش مدريني. اقدر اعرف شو وقت يعني؟ هاي منو توفيق؟ هاي انت هنا؟ فريده ما ادري منو. رادت شي؟ مش مدريني. يعني الواحد حتى بالبيت ما ياخذ نفس؟ يعني انتم مو تتلاقون بالكليه؟ على وش التليفونات هذه؟ سيجوز عندها شغل وياي. لا ما عندها شغل. تريد تخشش بمخك كلام عن البعثه، سالفه الدراسه، ما ادري شنو. سالفه الدراسه تقدر تتاكد وتروح للكليه. لا ما اتاكد. سويت الزلاطه؟ بسوي لك اياها امي بالمطبخ. شنو؟ يعني دا تحس اكو شيء؟ اي دا احس، يعني انت مو طبيعيه، وعندك الضحكه الحلوه، الابتسامه اللطيفه. مهند انت مو خالي. يا ساتر يا رب. سامع شيء؟ مبين عليك مو ذاك انت. يعني هسه انا اللي قاعد قدامك مو مهند، تعرف في مال بالك. ابكي انا بس مو بدواخله، بالك مشغول. بيش خير؟ اي تمام، دا اشوف السهر ماكل عيونك. شنو الافكار الغريبه هذه؟ صاير شيء؟ دا تتاخر علي هالايام، تدور فد معاذير ما اعرف شلون حتى تتاخر علي. بس انا احبك. بالك مشغول، صاير قاضي غرام وحلال مشاكل. هم رجعنا للغيره. هاي اصلا بنيه نهاد، يعني فد بنيه مسكينه ظالميه اهلها و وصرت لها محامي انت. لا انا دا ساعدها بطلب من فريده غير. فريده حجه صارت. انا كل ما اسالها الفريده تقول مر على شكيب، مر على ما اعرف منو. يعني كله على نهاد وبس. وغيرها حتعرف. شنو نهاد؟ شنو غيرها خال عرف؟ يا معودة انا ما بدك بكل بنات الدنيا، ايش تحشين انت؟ ما اصدق. ودعت ازهار اللي هي حياتي كلها. خلينا ننسى الموضوع، الله يخليك ننسى. اقول صدق تخم القنفات شلون؟ غير هذا النفط اللي شفناه؟ بس هذا كلش غالي. غالي ايه بس شويه بيذوق. زين غرفة المنام. عند زوجة اخويا اكو كتالوج، نجيبه ونختار وحدة. اذا على هالشكل هذا راح ننهب. مهند، انت تريد تتزوج لو لا؟ اريد بس اريدك انت وبس. اي بس هذه المسائل ضرورية. زين 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 ما يخالف، شربت شاي مالك وبعدين نحكي بهالموضوع هذا. خوش
مساء الخير. هلا يما. هلا هلا نهاد موجود؟ منو؟ خير. مرحبا. مرحبا. السيد توفيق نهاد موجودة؟ لا ما موجودة. قبل شوية خبرتها. دنقول لك ما موجودة والسلام، يعني مغلتها فضل مغلتها. يلا تفضلي، تفضلي في مال. لا توفيق انت روح لغرفتك. ليه سديت، ليه سديت الباب وجه فريدة؟ هذا ما يخصك. هم عايزة تحكيها بعصبية وتطردها من البيت. اضربها او اطردها هذا مو شغلك. لا شغلك انت. ليش هي جاية عليك؟ محتاجتك انت. صنطة شنو التصرف هذا؟ المولى اقول ما ابي حتى ذرة احترام. وحش انا وحش. ها انا وحش. شلون وحش؟ يفعلها يا ابو المصايب. اخذت لي انت ابو المصايب. غضب الله غضبك علي. غضب ها انا غضب لو ما عندها اخ مثلك وصديقه مثل فريده كان صارت هيجي كان صارت هيجي سنة طويل. لكم شو تريدون؟ شو تريدون تسوون؟ تريدون تنكسون روسنا؟ تريدون تنكسون روسنا ها؟ تريدون تسوونا فرجة للعالمين مو؟ تريدون تمشون على مرامكم؟ والله والله لا ارى وينجوم الظهر للي ما يمشي على مرامنا. ها وحش انا مو؟ وحش وحش ابن هاد وحش. انا غضب مو زين على ها؟ انا اريدكم الخراب مو؟ اذا تريدون الخير لا عدوكم بحالنا. ما عوكم لو تطلع ارواحكم ما عوكم. لا هو انا راح تصفى الامور لعاد. تصفى وتصفى الى القير وبئس المصير. همني أكثر من هذا. مهند نوبات أحس بها أختي الكبيرة كوثر قبل لا تتزوج، والمرحومة أمي. يا بنية لطيفة وحبابة كلش، بس أنا أشوف التوفيق بعرف شلون أحكي وياه. لا مهند أرجوك. صدق ذكرت بابا اليوم خابرني. شيري يريدنا نروح يمهم هناك البيت، هو وزوجته مسوين عيد ميلاد السمير. والله يعني ما لي مزاج الحفلة. لا اقعد يعني، انا اروح. موجودة؟ اسمح لي أتفضل. طبعا طبعا تفضلي. فريدة أنا سنهاد. فريدة هاي شنو نهاد؟ هاي شنو؟ أنا طبعا أرفع الزحمة و تفضلي. مع السلامة. مع السلامة. تفضلي. يعني ما اعرف شو اقول لك. يعني غرقانه من استحاتي مثل ما يقولون، بس انا ما كنت متوقعه توفيق يستقبلك مثل هالاستقبال. لا حاصل فريدة، انا جاي اعتذر. ماكو داعي. زعلان علي امو. انا شنو ذنبي؟ يعني انا شكو بداية. بعدين انت ليش جيتي؟ مو جيتي حتى تدافعين علي وحتى تلاطفيني. بس فريدة انت مقدرة وضعي كل الزين بالبيت ومقدرة موقف توفيق مني. لازم يلوحك فتشي من النار اللي احترق بيها. بس نهاد شقد ما تتصورين انا انسعقت بكلامي. عبالك فد عصاية قوية نزلت على راسي. لا بالله اشوفها وين؟
شو؟ يا ياب اصلا عبالك صايره مخدمة مالت ورم صدق؟ اي والله بدي اشوفي شو بعد؟ شو؟ ورم ايش؟ غير من العصاية اللي وقعت على راسي. هاي شنو نهاد؟ هسا انا مرتاحة جدا اليوم ضحكتي. ليش؟ ما ادري بس انا ما كنت متوقعة اليوم انت راح تضحكين. تدري ليش ضحكتي؟ ليش؟ لان قلبك ابيض وطري، يعني مو مخزن مال هموم وحقد وما اعرف شنو. فريده اني فخوره لان عندي مثل هيك صديقه واخت عزيزه. الله يسلمك نهاد. وهاي انت اجيتي مو اخاف توفيق؟ لا توفيق طلع، بس اني هسه لازم ارجع لانه اخاف يرجع. يعني ما اسوي فد قهوه شيء؟ لا يا معوده ماكو داعي، بس قولي لي روحي وخلصي. روحي لعلي يسوي لك طلابه جديده. اني كل شيء ما يهمني، بس انت اللي تزعلين علي. ازعل على نفسي غير. مع السلامة. مع السلامة. ايش قلت هسه مهند؟ انا صحيح اسمعي شنو ردتي ووصلت كل زين مطالبك، بس بصراحة هيش قدراني ما عدي. انت تعرفين حالتي كل زين. لعت كلامك ووعودك. لا تنسين ترى اثنيناتنا احنا كنا نحكي على حكي هذا. انا كنت اقول مستعد اجيب لك اي شيء تطلبين، بنفس الوقت انت هم كنت تقولين انا مستعد اعيش وياك على بساط، بس انا بعدني على كلامي. مهند هذا كلام مجازي، بس بالواقع ماكو زواج يصير على بساط. اكو مجتمع ترى يحيط بينا ويشوف ناس قرابه اصدقاء. انت ايش تتصور اني خلصانه من اسئله البنات اليوميه وياي بالدائره؟ ايش قد مقدم وايش قد مؤخر؟ وايش راح يجيب لك خطيبك؟ وين تسكنون؟ بعدين انت ناوي حتى الحفله تلغيها. امكانيتي هاي غير. يعني صنطه بصنطه؟ مو صنطه بصنطه. هو انا استتزوج على الطريقه هذه. حفلات تكلف غالي. ثم احنا ما راح نخسر كم فلس ما راح نروح اربع خمس ايام للشمال، تمام؟ هو هاي الفلوس نذبح على الحفله ونراويهم للناس احنا شنو؟ طلعني هالامور هذه ما اهتم بيها تدرين؟ يعني صوري 50 دينار بس للباند الغربي ما تكفي، كون واقعيه. لعت على وش نرقص؟ دبج على كاسيه تنفضها. مهند ايش انت سويتها علي ناشب ناشب حجة الواقعية مالتك هاي؟ إذا ما عندك بيع للسيارة. على مود الحفلة يعني؟ مو بس الحفلة، أنت تعرف كل الزين بس غراض المطبخ يراد لهم 250 دينار. ايش تحكين أنت؟ أنت راح تعيشين وياي ببيتي، وبيتي بس أنا وأختي فريدة، ومليان غراض. أنا أريد غراض اللي تخصنا إلي. ما أفكارش غريبة. أبوي يصير يدي وبيت وباوعي الواقع. يعني اذا انت ما تفهمين ما تقولي انا وياه ما نحكي، ها؟ وفوقها تريديني اكون زوج وانسان وحبيب لو كومه قلاقيل، من وهم، ها؟ انا لو غراض المطبخ، ولا تفكرين غراض المطبخ اهم من مهند، فماكو داعي اذا لا لخطبتنا ولا لعلاقتنا ولا لقاءاتنا ولا اماننا المشتركه، تفضلي روحي اشتري لك غراض المطبخ وجيبي لك باند غربي يعزف لك وانت دبكي عليه ورقصي وخلي روح الزواج وابو الزواج الى جهنم. ما شاء الله ما شاء الله، هاي شنو ايش طالع اليوم؟ ايش طالع يا فالنتينو مو؟ هذا من هو فالنتينو؟ هذا يا سيدتي العزيزة فد واحد أصلا ما تعرفيه. على خير؟ يعني شنو؟ قولي لي غريبة أبدل وأطلع؟ لا بس أشوفك اليوم غير شكل. ها اليوم 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 أني عندي موعد. موعد يا شيمة؟ طبعا. ويا من؟ ها؟ بعدين تعرفين عود من أرجع؟ يا شو تعال؟ وبتعمك زين واذا احد شافك؟ ها مو اني اليوم الموعد مالي إيه؟ ويا بتعمي ويا نهاد. مع السلامه. شلون من هي من الشيطان؟ من هم اثنين هم نهاد؟ يعني انت مصممه؟ كيف اني ما افيدك، بس خلي نجرب. يعني ايش نجرب؟ الخاطر لله انا وانت نقضن يعني مثل الحار والبارد تفتهم. تدري اني هاد اساس الوجود متكون من هالعنصرين هاي، فلوش احنا لا؟ هذا حكي فيزياوي، بس انا بدي احكي وياك حكي مشاعر. نهاد ارجوش لا تصيرين عصبيه، كل شيء ونلقى له حل. حليش الخاطر لله، انت ردتني بس ما حسبت اي حساب رايي، بعدين انا انسانه واعيه وعندي شويه تجربه،
واني اذا اريد اقول اريد الشكيب، ما تقدر اي قوه بهذا العالم تمنعني من كلمه اريد الشكيب. بس يا اخي اني دا احس تجاهك احساس اخوي مو اكثر. زين هاد العد نسوي الخطبه كذابيه وبعدين ننفصل. وعلى وش بعدين؟ نهاد مو اني هسه متعلق بيك، فارجوك يعني خلينا قدام العالم وبعدين عود ننفصل. على وش هالدوخه راس؟ ثم اني ما عندي شغل وعمل اروح امثل على نفسي وعلى الناس، والله شنو حتى شكيب يفقد الامل فد مره ويقوم ما يحبني؟ نهاد بس انا راغب. واني ما راغبه قوه يعني؟ بس انا اشوف يعني نهاد هو هذا انسب حل للعلاقه القائمه بيناتنا، وبعدين على الاقل تبقى علاقه اخويه وتنتهي ان شاء الله. واني ما اريد، لان هذا عبث بعبث. بس انا راغب وارجو ان توافقين. نشرب شيء؟ قداس صاحب لا احس بنفسي لا انزل يوم بعد يوم. لازم بعدك عايش بايام نايله. ايه نايله، جرح نايله مثل جرح العتيق، كل ما تمر السنين صار يصير عزيز مثل هاي المصيبه اللي ببيتي. قداس صاحب ما يهون علي اشيل ايدي على علاء ولا على ذيك الحلوه مثل الورده اللي مالي البيت طيب وعطر، بس شو اسوي مرمروني شو اسوي؟ بس ذات توفيق هذول مو من طورك، انت كبرت وهذول ولد مدارس، واللي تريده مو مثل اللي يردوه. ايه اللي اريده مو مثل اللي يردوه، شنو الفرق؟ مو اني هم حبيت، مو اني قلبي تقطع من ورا نايله، مو اني هم شفت اللوحه. زين وهسه ما تريد غيرك يتلوع؟ وغيري منو؟ شكيب. شكيب ها؟ اي بلي. ما تريد يعيش العذاب مالك هسه؟ ما تريد يتلوع؟ فخليت غيره يتعذب وخليت غيره يدفع الثمن. وغيره منو؟ اختك نهاد. اسمع صاحبي، ما اسمح لك هالحكي. التوفيق تسمح ما تسمح هي هاي الحقيقه. يا حقيقتي القشره هذه ارجوك. هذا هو هي. كافي عاد كافي، لا تسويني عصبي، يلا اطلع وعلى شغلك. وكيفك. ما الذي تراه يروم من هذا كله؟ وإلى أي مدى تسعى به هواجسه وتلك المطامع الغريبة فيه؟ إنني لا أحار حقا في وضع كهذا. ثم إنه أخذ يبدو لي بشكل يغير ما كان عليه منذ سنين، ولعله يحاول أن يتأقلم مع معطيات الرجولة في عصرها الزاهر. هل حقا شكيب يحبني؟ وكيف؟ ثم ما هي الدوافع؟ إن كان يبحث عن الجمال فما أمتلكه شيء عادي؟ وإن كان يقصد العاطفة فلا عاطفة له في قلبي. وإذا حلم بالغنى فأي غنى هذا الذي أملكه؟ أتراه مجنونا حقا؟ أتراه مصابا بهوس التعلق؟ أو أن يكون مدفوعا لسبب لا يفهمه؟ أتراها عقدة الطفولة واضطهاده الطفولي لي هي السبب؟ أتراه يروم مواصلة التلذذ بذلك التعذيب الذي كنت أناله على يديه وأنا صغيرة؟ لكن كيف؟ ولماذا تذكرني بعد كل هذه السنين؟ إن فجوة تزيد على 12 عاما بيني وبينه. كيف؟ يا إلهي.
أنا هذا كملتي؟ إيه سجل. يلا ليروح الوقت. إيه جيت في لحظة. بس يسمع الغضب ويوصل يلا. وين ده سمع؟ وين طالعين؟ معزومين. وين بالسلامة؟ هنا قريب. وبهالليل؟ توفيق هسه الدنيا مو ليل، هسه الدنيا للمغرب. اي بس من توصلون لراس الشارع يصير الليل. يعني توفيق مو صديقتني هذه مسوية حفلة وعازمة صديقاتها وأصدقائها. أصدقائها؟ لا يعني إخوان صديقاتها. بيتهم؟ إي بيتهم. ويعني راح ترقصون غير بحسب الأصول؟ لا هي مو قضية رقص، هي حفلة مال عيد ميلاد، يعني قاعدة وكيك وبارد وسوالف، وهاي هي يعني قاعدة عائلية مو أكثر. حلو، قاعدة عائلية. توفيق وإحنا ما راح نتعطل. يعني ببيت هاي اللي طردتها ذاك اليوم فريدة مدري منو. هذا تقديرك للناس غير، بس هي عزمتنا ببيتهم. لو هم ناوي يسوي لنا فد مناحة جديدة بهالمغربية. أنا ما أريد أسوي مناحة، مو أنا اللي أسوي المصايب بهالبيت. بعد إحنا أساس المصايب توفيق. تصرفاتكم. بس يا توفيق مو شنو داعي لهالحكي هذا؟ مو مبدلين وطالعين تجي تتخربط علينا وطلعتنا لوش؟ لو ما ترهم إلا بمشاكل. إذا ما تريدون تسوون مشاكل فهسه تروحون لغرفكم وتذبون هذا الزرق ورق، وإذا تقولون لا مصممين أن نطلع فأني أقولكم ما تطلعون، واللي يطلع أكسر رجله. هذا كابوس. كابوس ها؟ يعني لو سهرات بالليل ما أدري وين ما وين، لا توفيق كابوس مو؟ ايش بيكم يما شنها الصياح؟ ايش بيك يما توفيق؟ شوفي ولدش وين يروحون؟ يوم فريدة عزمتنا ببيتهم اليوم عندهم حفلة، وأنا قلت لأبوي العصر ووافق. وإجا توفيق ودق رجلي. أنتِ ما عليك، لا تخششين نفسك وسطية. من عيد القوانة؟ أنا المسؤول عن هذا البيت. وكلمتي هي اللي نادى. يما توفيق، صاير شي مو زين. نهاد فد يوم طالعة لوحدها. رايحة المكان لوحدها، مسوية فشي مو زين تستحي من عنده. يمه ترى انت ثخنتها أكثر من اللازم، هاي لو كل البيوت مثلك كان انسدت. نحن ما علينا من البيوت، علينا بنفسنا. توفيق بس يمه. ما عليك أنتِ. خليني أنا أتفاهم وياهم. سمعوا. أنا طالع. وإذا واحد يطلع ما يلوم إلا نفسه. ليش؟ يعني هم سجان وهم جلاد يتشمدوا بمطقة تروح نعاد. الطق ما طق إلى جهنم. هذا البيت هيجي كان وهيجي يصير. بزمن جدي وأبو جدي بس مو بهالزمان. شنو؟ ولك يما توفيق أشد هدومي. توفيق إذا تبقى تصرفاتك ويانا بهالشكل ترى نعوف لك البيت ونطلع. إيه؟ طبعًا. شكليت؟ طبعًا. أنا شخصيًا ما عندي استعداد أتناطح ويا جنكيز خان. نعوف لك البيت وأنت تصير خان على كيفك. يا اخي مو حد نعيش وياك، انا طالع. وانا هم طالع، ليش شكو عني باقيه؟ العالم اوسع من المكان اللي انت تعيش به، الدنيا هواها ارحب واطيب. ليش انت بدك تشتم خو بهالبيت هذا؟ مستحيل اصلا احنا متاكدين. يلا علاء. Thank you.
تدرين نهاد أنا فخنتها وياها كلش؟ هذا كان لازم يصير من زمان. أصلاً صبر ما بقى عندي. إيش أسوي؟ يعني أصلاً أنا ما كنت متوقع نفسي راح أهدده بالطلاق. أنا إذا بقوا مصرين على زواجي من شكيب أطلع وياك. روح أسكن عند خالتي. وهاي نهاد، نهاد اللي ربيتها على إيدي وكبرتها. سمعتي إيش قالت؟ تصدق. شلون؟ شلون؟ وعلى عهدي يصدق يمه. انتهم انتهم ها؟ انتهم انتهم. على مود ايش؟ انتهم على مود ايش لا اسوي هذا؟ هذا كله على مود ايش؟ غير على مودكم، على مود هذا البيت، هذا البيت اريد ابنيه غير على مودهم، اريد اكبرهم واريد يمشون بالدراسه زينه، على مود على مود مين؟ على مود ايش؟ شوفي شوفي هذا شعري صار مثل القطن وبعدني ما تزوجت، على مود ايش؟ ليش؟ مو على مودهم، ليش انا غلطان؟ انا غلطان قوليلي غلطان. بس أنا قسيت عليه هواية. هو هم ما قصر. نهاد أنت تعرفين أنا طبعي مو قاسي، بس شو أسوي هو اللي أثارني. تدري علاء أنا توقعت هو راح يضربك. صح بس مع هذا هو ما ضربني. ما أدري حكايتك الأخيرة وياه سويت لي في الشجاعة جديدة. شو أسوي أنا أعصابي هم تلفت. علاء تدري هو ضل صافن؟ إي صح لأن ما كان متوقع. واحنا ما اذيناه كلش. بصراحه مهند انا بديت افكر بكلام شكيب. يعني اقول هو كل قصده من الخطبه الوقتيه ان تبقى علاقه ابويا وعمي زينه وتبقى الموده ما بين العائلتين. بس اني على تصورك السابق. شلون يعني؟ الخطبه هذه فخ. ليش تصير عقبه مهند؟ احنا بدنا نتكلم على فشيتي ما تعرفي اصلا ثم انتي ما لك حق الاعتراض والدفاع. مش عجب هالقد بيها خصوصيه المساله لو ضجت مني. لا ارجوك يا زهر يعني لا ضجت ولا انت شنو فرقك عني؟ هم قرايبك تعرفهم يعرفوك كل ما بالامرني هالصديقه تقتل. صرت لهم محامي والدافع. يا بني هاد بلي انا ما الي حق احكي. لا بالعكس طبعا حقك لحد انا وعلى علويش جايين. احنا اي واحد يقدم لنا اي خدمه احنا نشكره وما ننسى لها. بس مهند يعرف تفاصيل القضيه من فريده وانا اريد اعرف ايش عنده. يعني الخطبه هاي الظاهر عليها وقتيه وفخيه طبعا ظاهر الغايه منها يعني يقنعوك بان ماكو انسب ليش من شكيب. طيب منو برايك مسوي للفخ يعني شكيب؟ بس انا اعتقد هو ذكي بما فيه الكفايه حتى يقنعك بالخطبه الوقتيه هذه. سوى ما قنعني هو خلاني قدام الأمر الواقع. قناعك يعني؟ زين رأيك هسه؟ الخطبة ظهر عليها وقتية بس هو بالنتيجة ما راح يتراجع عنها وانت تصيرين محرجة وما تقدرين بعد تتراجعين بعد شهرين. بس ماكو أحد يضرب على إيدي أنطيهم ذهب وما أقول لهم مع السلامة. أنا أشوف لو تبقين صامدة على موقفك أنسة نهادي هواي أفضل. بصراحة مهند شكيب جاني بطريقة جديدة يعني سكتني ما ادري حيرني خلال الليل كله ما انامه. يعني تجوزي كلامه والتفتي لدروسك واذا بدوي لحون زياده سافري الى اقاربك وكملي هناك دراستك وبعدين برا فتره من اهلك يشعرون بذنبهم وهيج حاله يجون يقنعوك ويرجعوك وكل شيء والسلامات والسلام عليكم. وهي معقوله يعني؟ ما دا اعرف ليش واحد يريد يتزوج بنت عمه ومندفع لها بكل قلبه ويجي واحد ويخرب كل شيء. مو الله ما يقبل يا مهند. أسهر ونهاد ما تريد الشكيب. نهاد مو ما رايدة الزواج بس قناعتها ما راكدة على مي بين رايدة وبين ما رايدة. إيه بس أني ما رايدة الشكيب نهائيا. بس أنت مجرد وافقتي على الخطبة موقفك صار بيه تبدل شوية. بس أني مشاعري ما صار بيها أي تبدل. ما حد يجزم أحيانا يا عزيزتي الوحدة من عندنا ترفض فشي وهي داخل نفسها رايدته واحيانا تكره فشي وتحاول تبتعد عنه وهي ما تعرف ليش تكره وتبتعد عنه. واحيانا تشوف نفسها من جره ورا فشي بس هي بقرارت نفسها ابد ما راغبت له. يعني اكو عقل باطن. بس انا متاكده لا عقلي الباطن ولا الظاهر يقبل اتزوج الشكيب. حجي 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 فد واقع شكو بعد الخاطر الله ابنك
إن الله وإنا إليه راجعون، وأنا إيش أقدر أسوي؟ تقعد مو هذا صعد عليهم وهم بيت فريدة، قمي القهوة ورجال البيت هذا. ومن عساهم، وأنا إيش أقدر أسوي؟ أنا بحصلتي طقت. توفيق شكرا 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 شكرا